أم مبارك سألت سؤال تقول إن زوجها أوقف منزلا على المحتاج من ذريته ونص على ذلك في وقف في 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 وصية الوقف. السؤال تقول أنا زوجته وتوفي وهو على ذمته وتوفي وأنا على ذمته، فالسؤال هل تستحق من هذا الوقف أم لا؟ وبالنسبة للوقف لا بد أن يكون على شرط الواقف، وهو الآن أوقفه على الذرية، فالزوجة ليست من ذريته. أما لو قال أوقفته على أهلي أهل بيتي مثلا المحتاج منهم دخلت، أما الذرية لا تدخل فيها الزوجة، وعلى هذا يكون لذريته المحتاج منهم من أبنائه وبناته أو من نزل بعد ذلك يعني من البطون الأخرى. أي نعم. هنا نقطة يعني واضح أن مبارك يعني متأثرة من هذا الموضوع، تقول يعني زوجته كيف لا يأتيني شيء منه، بس وصية للناس الذين يرغبون في الوقف بأنهم إذا أرادوا أن يعني يوقفوا وقفا أن يستشيروا جهات الاختصاص، نعم، وهي متوفرة والحمد لله، حتى ما تحدث مشاكل أحيانا قد تخرج هي صحيح لم تكن في حسبانهم أصلا. صحيح نعم. وبالنسبة للوقف أحيانا بعض الناس يريد الخير، ولا شك أن الذي أوقف يريد الخير والأجر والثواب، لكن قد يقع في محاذير، إما محاذير من جهة أنها تخالف الشرع وفيها جور، أو أن هناك أشياء تترتب على هذا الوقف من المشاكل والاختلاف بين الذرية كما هو واقع الآن. يعني تجد الآن يوصي أحيانا لبعض أولاد أبنائه، أو يوصي للذكور من أبناء الأبناء مثلا، ويدع أبناء الآخرين يعني أولاده الآخرين، أو يوصي للذكور من أبناء الأبناء دون البنات مثلا، هذا يعني يغر الصدور ويجعل بينهم شحناء. وبعض القضايا وقفت عليها وجاءت إلي يستفتون ويسألون، فهناك أشياء منها ما يخالف الشرع تماما، والسبب أنه لم يسأل. فأقول أي واحد يريد أن يوقف عليه أن يستشير أهل العلم وأن يسألهم حتى يكون الوقف وتكون الوصية على الضوابط الشرعية التي لا يترتب عليها مفاسد ولا اختلاف بين الذرية. جميل. سعد يقول إنه اشترى